بمناسبة كلامك عن ليفاندوفسكي، هو الحقيقة هو في مركزين في المنتخب الألماني حابب جدا أن أنا أسمع وجهة نظرك فيهم. المركز الأول هو مركز المهاجم الصريح، مركز رأس الحربة، وده واحد من المراكز اللي دايما ألمانيا على مدار كل أجيالها المختلفة كانت بتقدم فيه يعني فلتات، بتقدم فيه سوبر ستار. مش عايز أنسى بس يعني رودي فولر، كلينسمان، أوليفر بيرهوف وغيرهم من المهاجمين طبعا الأفزاز. هل منتخب ألمانيا بيعاني في إيجاد المهاجم القادر على صناعة الفارق، وخصوصا أنه لما بنبص لدوري الألماني أو البوندسليجا بنلاقي أنه أبرز اثنين مهاجمين فيه مش ألمان، ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ وإيرلينج هالاند في بروسيا دورتموند. ده المركز الأول، خليني أسمع رأيك في ده الأول. سؤال جميل وأنا أتفق معك تماما، لديك حق فعلا. عندنا جنابري لاعب ألماني من بايرن ميونخ، وعندنا أيضا توماس ميلر، بالفعل هم من وجهة نظري الراوند يلعبون يمين شمال، ليسوا بممثل المهاجم الصريح القوي كما كان لدينا في الماضي مع المهاجمين الألمان. ليفاندوفسكي عندما نراه مع بايرن ميونخ فهو لاعب قوي، قد يمثل قوة كبيرة، يستطيع التحرك من اليمين إلى الشمال وتحول الفريق بشكل هجومي قوي، وهذا ما صنعه هانز فليك مع ليفاندوفسكي ومع اللاعبين. بكل تأكيد أنا أعتقد هانز فليك سوف يحدث ذلك أو يطور ذلك.